هل تعرف ما هو أغلى سائل في العالم؟ لا، ليس البترول ولا وقود صواريخ الفضاء ولا أي عطر فرنسي باهظ الثمن، بل وليس الدم البشري نفسه. ربما لن تصدق، لكن أغلى سائل في العالم هو سم العقرب. لهذا ذهبنا إلى الجزائر، البلد العربي والإفريقي الأول من حيث المساحة والأول أيضا من حيث التعرض للعقارب، لنعرف هل يقدر طباخ السم الجزائري على أن يذوقه؟ العقارب تنتشر في الجزائر بشكل كبير باعتبارها دولة صحراوية، إذ تبلغ مساحة الصحراء الجزائرية حوالي 2 مليون كيلومتر مربع، لدرجة أن سكان الولايات الجنوبية قد اعتادوا التعامل مع هذا الحيوان الخطير، وصار بعضهم صائدي عقارب محترفين. مبادرة تاع خدمة تاع العقارب اللي بديت نستمر فيها من 2003، اليوم أنا هذا في 2019، وتصيد العقارب هذا واني بديت من الصغر تاعي، ونخدم أنا مرة أنا وصاحبي ومرة أنا وحدي ومرة كل مرة كيفاش. بحسب العديد من التقارير الاقتصادية الدولية، يتربع سم العقرب على عرش أغلى السوائل في العالم، حيث يبلغ سعر اللتر الواحد منه حوالي 11 مليون دولار أمريكي. ويرجع سبب هذا السعر الفلكي إلى صعوبة الحصول على سم العقرب مع كثرة الطلب، حيث إن هذا السائل الخطير يحمل الكثير من البروتينات المفيدة التي تستخدم في التجارب الطبية وعلاج أمراض كثيرة كالروماتيزم وأمراض الأمعاء الالتهابية ومرض التصلب المتعدد والاختناقات الحادة، بل وحتى سرطان المخ. احنا وعدنا نستخلص منها بعض معناها الأدوية الشعبية ولا الأدوية نقولوا احنا التقليدية، هذه متوارثة من القديم، هزينا احنا على اللي قبلنا وفعال على الأقل. نيل المتحدث عاد لي حوالي 11 سنة من اللي نستعمل في هذه الحشرة والسم تاعها في مداوات كثير من الأمراض، من بينها البواسير الداخلية والخارجية والأمراض الجلدية وبعض الأمراض الجلدية. سامر قلت لك إناء فيه شوية زيت زيتون نحطوه فوق النار، قبل ما يبدأ يسخن نحطه عقرب ولا اثنين وما يقووش عليها النار باش ما تموتش محترقة العقرب، باش ما تموتش محترقة، نعطوها النار بشوي، هي تحس بالسخانة، تحس بالزيت بدا يسخن، عندها معناها درجة سخانة ما تتقبلهاش، تقتل روح تنتحر. أثناء الانتحار يخرج السم تاعها في الزيت اللي حابين احنا باش نديروه دواء. بالنسبة لاستعمالها وبالنسبة لقيمة السم اللي فيها، هي العقرب الكبيرة، هي العقرب كيما هذه. الأضغان تاعها هي في الليل، في الليل عندك مش تخطي تعقب في الخطوة الأخرى، يا تضرب في التدريجة تاع الخطوة تاعك يا في الرملة. أخطر عقرب عقرب الخريف، تلحق الكماء وهي وربي، وهو ربي هو الحافظ. احنا انا في الليل نحاوزوا فيها، احنا اللي نروحوا لها مش هي اللي تجينا. لضغطني العقرب في رجلي اكثر، عندي في يدي واحد زوز خطرات، عندي في كتفي هنا، ما المهم ما تعدى غمر رجلي طول تضغ من رجلي. والحمد لله انا لاقي منها مصاريف، انا نصرفوا منها وغيثوا منها الغاشي، نحى منها في الخطوره هذه تاع العقارب. هي خدمه شاقه وخطيره وما فيهاش راس مال، مال كبير كبير معناها. شوفوا معناها الشباب مثل جمال وامثال له اخوه، هم حاليا الان راهم في عمليه صيد العقارب كما نقولوا احنا، منها حاجه سمحه، اولا يصيدوا ينظفوا المحيط، وثانيا منها الدواء. وفق إحصائيات وزارة الصحة الجزائرية، يتعرض أكثر من 50,000 شخص سنوياً للسعات العقرب، أغلبهم في ولايات الجنوب، ويموت سنوياً ما بين 40 إلى 100 مواطن بسبب عدم الحصول على الإسعافات اللازمة في الوقت المناسب. صياد العقارب يبيع الواحد منها مقابل 50 إلى 100 دينار جزائري، أي بين 40 إلى 80 سنتاً من الدولار الأمريكي،
بينما تتكلف الخزينة العامة الجزائرية 900 مليون دينار جزائري سنويا لعلاج لسعة العقارب، أي ما يوازي 750 ألف دولار أمريكي. الجرام الواحد من سم العقرب قد يصل سعره إلى 8000 دولار أمريكي، لكن هذا الجرام الواحد يحتاج من الصياد للإمساك بعشرة ألاف عقرب من أجل استخراجه. وتتغذى العقارب على الحشرات والخنافس، وهي كائنات قوية تتحمل البرد والجفاف والإشعاعات النووية، لأن قشرتها الصلبة تقيها من خطر الإشعاع. وقد ذكرت وزارة الصحة الجزائرية أن أكثر من 15% من حالات التسمم العقربي لا يجري التبليغ عنها في ولايات الجنوب والصحراء، إذ يلجأ المصابون إلى العلاج بالطرق التقليدية. بالنسبة للدواء اللي تخدم من العقرب، كانت الطريقة اللي تحدثنا عليها الأولى تاع النار، وكانت الطريقة الأخرى تاع هذه الأباراي اللي تضخم معناها العكس تخفض التريسيتي، نخرجوا بها ثاني السم في زيت الزيتون، ومن ثم نحطوا معناها زيت الزيتون، نزيدوا له كمية أخرى ونطبخوه، معناها نعطوه من شوية النار ضعيفة من نص ساعة من ساعة لساعة ونص كما قلنا في الأول. في هذه وهذه الطريقة هي اللي نداو بها، معناها هذه الطريقة لاستعمال السم هذا في تداوي في الطب الشعبي اللي عندنا نعرفوه القديم تاع ولاية الواد، وياسر معناها بالله ياسر البلدان اللي استعملوا في الطريقة هذه. وخلال العام الماضي 2018 وزعت السلطات الصحية الجزائرية 80,000 جرعة مصل مضادة لتسمم العقرب على المستشفيات، خصوصا في مناطق الجنوب والصحراء. وهكذا يظل هذا التحدي الصعب أمام الجزائر، فنفس الداء الذي يتسبب في إصابة الآلاف سنويا هو ذاته الدواء الذي يعدنا بثروة لا تعد ولا تحصى. فهل يتم الاهتمام بصيادي العقارب وجعل مهنتهم أكثر انتظاما واحترافية، أم يظل طباخ السم الجزائري لا يقدر على تذوق فوائده؟